Okay. Hey. مرحبا بحضراتكم من جديد زي ما شوفنا في العرض فكرة مشروع النظام الذكي للصواب الزراعية دي فكرة ابتكرها شاب مصري بهدف تحقيق اقصى استفادة من موارد الصواب الزراعية خلونا نتكلم بتفاصيل اكتر عن المشروع ده مع ايهاب بيومي صاحب الفكرة وهو طالب مايكرو آه مايكروترونكس ودي حاجه لسه هساله عليها اكتر في جامعه النيل ايهاب اهلا بيك اهلا بحضرتك ازيك ميكاترونكس صح ميكاترونكس, ميكاترونكس. انا بقى عايزك تشرحها لي معلش ميكاترونكس اولا قبل آه. ما تشرحها لي انت اول مره تطلع في التلفزيون اول مره في عايزك تفتكر اللحظه دي وتبقى فاكر ان انت طالع في تيك ويك هو بعد كده شرف طبعاً. تطلع في حاجات اكتر بكتير ان شاء الله ان شاء الله فاشرح لنا برده حته الميكاترونكس دي معناها ايه وبتعمل ايه هو القسم بالنسبه لنا في مصر هو قسم يعني يكاد يكون جديد نسبيا بالنسبه لأقسام طبعا اقسام ميكانيكا وكهرباء ومدني القديمه آه فقسم الميكاتونكس بيهتم بال بيعمل زي تجميع ما بين الميكانيكا والكهرباء والكمبيوتر آه بحيث ان انا اطلع ابقى متخرج آه عندي عشان كده هي الكترونكس و مزبوط. اه ميكاترونكس مظبوط وفي برضه في جزء اتصالات فيها وانا بحبه عشان هو قسم مجمع الباقي آه عشان نخدم على المجال المجالات الجديده اللي بتطلع آه في التكنولوجيا كلها وكده فعشان كده هو جميل جدا بالنسبه لي طيب ده بالنسبه مم. بقى للدراسه ولكن احنا عايزين نتعرف عليك اكتر يعني انت انت عندك كام سنه مبدئيا؟ انا عندي 20 سنه 20 سنه أبدأ اصغر شوية. حد في الدفعه طيب آه عايزين نعرف بقى اولا المشروع او الفكره اللي انت فكرت مم. فيها كانت فكره ايه؟ جت ازاي وبدات لا كان في افكار ثانيه وانت جيت على الفكره دي تحديدا ولا هي الفكره دي اللي انت فكرت فيها على طول؟ هو الموضوع بدا معانا ان احنا كنا بنحاول نعمل مشروع للجامعه م. عشان عندنا كل سمستر في الجامعه بنعمل حوالي ثلاث او خمس مشاريع يعني في رينج ده فلقينا ان احنا بنعمل مشروع انتجريشن فكملنا في السيستم اخترنا الصوب عشان عبد الله خالد معايا في التيم كان هو يعني عنده باك جراوند عن الموضوع ده اكتر مني فابتدينا بقى ايه نشتغل سوا لحد ما خلصنا اول بيبر لينا طبعا ده كانت مشروع اللي هو الكورس بتاع الجامعه اه يعني هو بيبقى زي مشاريع التخرج والحاجات دي اه بتبقى حاجات مشاريع صغيرة, صغيره كده مشاريع صغيره مظبوط وبعدين بقى كبرنا فيها شويه في الجامعه دخلنا اليو جي ار اف ده حدث كل ترم بيحصل كده ايفنت بيبقى علشان المشاريع بتتجمع وتبقى متنافسه نشوف احسن مشروع في الجامعه ايه هو والكلام ده كله ف كسبنا مركز اول مرتين ورا بعض تمام وبعد كده بقى كملنا يعني كبرنا اكتر لحد ما ندخل المسابقات اللي احنا فيها دلوقتي طب وكانت علاقتكم ازاي ابتدت باف دي سي او اف دي سي ستورز يعني اتعرفتوا عليهم ازاي او او هم كانوا بيقدموا لكم الدعم فجت ازاي يعني هي جت اللي اتعرفنا عليها من لينكد ان لينكد ان اه جالي اللينك آه هي بقدم قدم برضو من التيم مم. آه شوف ممكن نعمل ايه احنا مناسبين معاهم فقريت الكرايتيريا عرفت ان هم عاملين الايفنت فقلت خلاص لازم نقدم هي فرصه بصراحه ما كانتش يعني طيب. وقدمنا وبعدين هم بقى بداوا يتكلمونا يقدمونا الدعم ان احنا في خلال تدريب يوم ونص م. عشان نظبط البرزنتيشن بتاعتنا ونظبط الالقاء للبروجكت يبقى عامل ازاي وخدنا اول يوم كان هو كله تجهيزات لكده وبعدين بقى السيشنز اللي هم لنا يعني عشان الانتربرنور شيب وازاي تحول فكرتك من مجرد فكره يعني مشروع يعني زي للجامعه وبعدين نحولها ازاي فكره بقى تبقى شركه ناشئه ونحن ممكن نستفيد منها ونجيب منها في يعني تبقى مشروع يجيب فلوس يعمل دخل لينا. في خلال وجودك في اف دي سي شفت يمكن شركات ثانيه وشفت شركات ناشئه وشفت مش مجرد افكار لكن في حاجات اتنفذت هل ده كان حافز ليك ان انت فعلا تشوف ناس ثانيه مشاريعها اتحققت فعلا؟ اه طبعا ده ده كان يعني انا كنت مبهور بيهم وكنت قاعد كده يا جماعه انتوا ازاي وصلتوا انتوا ازاي عملتوا شركات كده انتوا وطبعا يعني سواء كان ناس بتنافس ضدي سواء في التراك بتاع الايدياز او تراك اصلا اللي هو اللي كان التاني بتاع الستارت ابس فلا انا كنت لازم لازم ابقى زيهم لازم كمان احفز حافز التيم بتاعي يا جماعه بصوا كذا خلي بالك خدوا نوتس خدو مش يعني اكتبوا اعرفوا فكان الموضوع ده يعني مهم جدا لينا انت شايف فكرتك دي يعني ايه مميزاتها او اكتر حاجه ممكن تقول لي او حاجه او اتنين او تلاته تقدر انت شايف دول اكتر مميزات في الفكره اللي انت مميزات ل... يعني تكنيكال ولا حضرتك قصدك لا يعني قصدي 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 ازاي تقدر تفيد البلد يعني انت تقدر تفيد البلد وتفيد الناس هو اول ميزه ان احنا آه احنا مصريين كلنا اللي عاملين الفريق طبعا ف... فدي احنا فاهمين ال... فاهمين المشتري احنا يعني فاهمين مين اللي ممكن الناس اللي تشتري مننا وفاهمين السوق لحد ما م. فالموضوع مش هيبقى غريب بالنسبه لينا او كده فالموضوع يبقى يعني لحد ما احنا فاهمين نعمل ايه. يعني ايه بس تقدر ايه ايه تنصح ايه للشباب التانية اللي, اللي في سنك اللي هو حد بيكون لسه عنده فكرة اه ومتردد مش عارف <applause> يطلع بالفكرة دي ولا لا <applause> ويعمل ايه؟ أنا كنت كده في الأول كنت متردد كتير جدا وما زلت حتى في حاجات كتير متردد فيها بس النصيحة ذاكر وبطل تردد. تمام لأن ناس كتير بتبقى مترددة فعلا خايفة تاخد الخطوة دي. لا لازم يذاكروا الأول هم رايحين فين. كويس جدا وبعدين يروحوا بقى يعني خلاص انا عرفت هعمل ايه فيلا بينا. طيب انت لقيت اي دعم من ناس تانية من اصدقائك من يعني العيله مين اللي برضو كان واقف معاك في الحته بتاعت ان انت تطلع فكره زي كده؟ هو في الاول كان اول حاجه الفريق بتاعنا احنا الفريق اجري فينشر كان كله يا جماعة احنا ايه احنا واحد لازم نكمل لازم نوصل لازم 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 فده كان اكبر داعم يعني بالنسبه لاتجاه الشغل والجامعه م. وبالنسبه للبيت طبعا يعني والدي ووالدتي هم اكتر ناس كانوا بيشجعني كانوا بسهر للثلاثه واربعه الفجر في الجامعه شغال على المشاريع دي كلها فكانوا دايما طب ربنا معاك طب انت عايز مساعده طب عايز كذا طب عايز كذا فدي كانت يعني برده دعم نفسي رهيب جدا من ناحيتهم تمام آه بس يعني و... طب وليه اخترت حته الزراعه تحديدا؟ آه علشان آه الاختيار نفسه جه آه آه انا مش عارف اوصفها ازاي بالظبط بس هو كان معانا زميلي هو اللي عبد الله هو زميلي كان أيوه. اشتغل قبل كده وبعدين ايه ده الله دي فكره حلوه لا دي ممكن كذا فانا قريت اكتر عن الموضوع يعني انت ابتديت تخش تعمل ريسيرش اكتر وابحاث وتقرا عن الموضوع آه فلما آه. اتاكدت ان احنا فعلا ماشيين في طريق آه صح وطريق احنا محتاجينه فعلا ان هو سواء هيبقى دخل قومي كويس او يساعد الفريق وكده فخلاص خلاص يلا بينا نكمل طيب انت شايف الخطوه اللي جايه ايه الخطوه آه اللي جايه ان احنا بقى نعمل ماس برودكشن نخلص البروتوتايب بتاعنا هو كان بنف الصراحه احنا عملنا البي سي بي وصلنا كل حاجه والدنيا شغاله نسبه 90% كويس مفيش مشاكل الحمد لله ففاضل بقى ان احنا ننزل المنتج بجد طيب آه يعني انت شايف المرحله اللي جايه ان برضو بالدعم زي اف دي سي ستارز والناس اللي انت شفتها آه يمكن موجودين في اف دي سي ستارز ان افكارهم دي من فكره بقت مشروع حقيقي بالضبطة. فدي الخطوه الجايه ان شاء الله <applause> طيب ايه اللي انت محتاجه محتاج دعم ايه محتاج مساعده من مين احنا محتاجين حاليا دعم مادي اكتر علشان الكومبوننت الاسعار كلها بقت تغلى 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 صح يعني حتى الاسعار بتاعه البروجكت بتاعنا لما اول ما بدانا فيه كان مكلفنا يعني مبلغ قليل نسبيا دلوقتي كل اسعار ضربت في و وثلاثه فاحنا محتاجين حد ان هو يبقى دعم مادي حتى للتصنيع على مستوى الصغير ومحتاجين ان يعني احنا نعرف اكتر ان نوصل مع ناس تبقى عندها مصانع للتصنيع الفكره بتاعتنا البي سي بي وكده فهي قليله في مصر دي مشكله فهي مشكله مش لاقيين حد يصنع علينا في مصر كتير تمام والاسعار بتبقى غاليه جدا الاسعار غاليه أو. طيب هل انت شايف في مجال التطور يعني الفكره دي هتبدا بحاجه وتبتدي تتطور بعد كده ولا زي ما هي؟ طبعا احنا المجال قدامنا مفتوح مم. طبعا عشان احنا مستخدمين الاي او تي والاي اي والماشين ليرننج كل التكنولوجيا اللي احنا مستخدمينها تعتبر جديده نسبيا في مصر فالمجال... خلي بالك احنا في عصر الديجيتال ترانسفورميشن والتحول الرقمي والاي اي بقى والانترنت اوف ثينجز والحاجات دي مظبوط. فدي دي يعني انطلاقه لسوق آه خلينا نقول مثلا هو بلو اوشن آه فاضي آه فالموضوع سهل ان احنا نبتدي وبس في نفس الوقت برضو العقبه اللي هي الصناعه نفسها ايهاب انت نورتنا وانا بتحمس جداً, جدا لما بلاقي شاب فعلا مصري آه وسنه سنة. يعني آه قد سنك كده وعمل حاجه فان شاء الله آه المره الجايه هتيجي معانا هتكون بقى الفكره دي اتنفذت وعلى ارض الواقع وبالدعم ان شاء الله هتتحقق يعني باذن الله ان شاء الله نورتنا شكرا جدا لحضرتك مشاهدينا هنطلع فاصل ونستقبل بعد كده فايزين تانيين من مسابقه الثيكاتون انتظرونا